السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة هنشرح مع بعض مشكلة من مشاكل مواتير المية وموجودة في أغلب مواتير المية. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، هذا الموتور ده معانا اهو، بنوصل له كهرباء بيزن وما بيشتغلش، تمام؟ طيب ايه، احنا لما يكون عندنا الموتور بيوصل له كهرباء بيطلع صوت زنة كده وما يشتغلش، أول حاجة هنعملها هنفك الوش ده ونحاول نلف العمود بإيدينا. الوش ده هنفكه ازاي؟ بنجيب مفك عادة كده يا جماعة، وبنيجي عند الوش كده في شفة منه كده بالطريقه دي، كده احنا فكينا ايه الغطا ده. هنشوف الحركه بتاع العمود، طبعا زي ما انتم شايفين كده ايه، انا بحاول احركه بس تقيل، تمام كده. يبقى انا عندي فيه مشكله ايه، يا اما جوه في الموتور يا اما في البامب. هنقول مع بعض الخطوات اللي احنا هنعملها. اول حاجه احرك الايه الموتور كده، لو كان في دقره كده وفكت يبقى ممكن يكون ده رواسب، ولو انا عملت له كده مره واثنين وثلاثه الرواسب دي هتتشال، هشغل ان شاء الله هيشتغل، بس المفروض تكون الايه الحركه بتاع دي سهله جدا بايدي كده لفها، معنى ان هي كده ايه تقيله جدا بايدي يبقى في مشكله جوه، يبقى انا كده لازم هفك. اول حاجه بنفك المروحه دي، نجيب مفك عاده زي كده او لفيه ونروح فكين الايه مروحه، تمام. الحاجه الثانيه هنفك النصين بتوع الموتور، الاربع مسامير الموجودين هنا بالطريقه دي، كده يا جماعه احنا فكينا الاربع مسامير. نجيب مفك عاده كده ونفك الجزئين دول كده، بندي هنا خبطه، نروح الجنب التاني برضو هنا عكس وندي خبطه كده، واحده هنا واحده هنا، واحده تانية هنا كده بالشكل ده، تمام. هات قماشه، خلاص خلاص كده يا جماعه احنا فكنا اربع مسامير، ادي الجزء الاولاني اهو اللي هو بتاع الترومبه وادي الموتور. طبعا برضو يا جماعه احنا ايه بنحاول نلف اهو، برضو في مشكله الموتور تقيل جدا. هنفك مع بعض الايه، هنفك اول حاجه الريشه، طبعا الريشه دي او اللي هي الامبلر دي انا عشان افكها لازم همسك من هنا يا اما الكلابه يا اما همسك على المنجله. انا طبعا هنا في منجله عندي، فهضطر ان انا همسكه على المنجله. نحط كده يا جماعه الموتور وبنربط الايه، بنربط العمود كده. دلوقتي يا جماعه احنا ربطنا الايه الموتور على المنجله، هنجيب مفتاح بيبه 17 ونفك الصاموله دي. طبعا يا جماعه الصاموله دي صدت واتاكلت، فبالتالي مش هتفك معانا بسهوله، فاحنا هنجيب لقمه اقل من 17، هنجيب لقمه 16. خليكم معايا. طبعا يا جماعه نركب اللقمه 16 كده، نحاول نديها خبطه، برضو اللقمة 16 مش راكبة، نجيب لقمة 15 نجرب، برضو يا جماعة مش نافعة برضو ال 15، نجرب ال 14. طبعا هنا يا جماعه ايه الصاموله متاكله خالص وبيضه من الصدى، فا هتتعبنا شويه لحد ما نفكها يعني. برضه ال 14 مش نافعه، نجيب لقمه 13
كده فكت معانا. طبعا الصامولة دي بايظة واحنا هنغيرها. تمام كده انا فكت معايا الصامولة بالشكل ده يا جماعة. اكيد في مشكلة موجودة فين. طيب المرحلة اللي بعدها ازاي هنفك الطنبورة ازاي هنفك الامبلر او الريشة من مكانها. طبعا يا جماعة بنجيب مفكين عادة كده وبنيجي في المناطق دي. هحاول اخلي الكاميرا تجيبها المنطقة اللي هي زي دي. واخدين بالكم يا جماعة اهي. هحاول اوضحها لان انا لو حطيت المفك عند الحتة دي الريشة هتتني. فانا هحطها ايه عند العصب ده. هناخد المنطقة دي والمنطقة اللي قدامها ونحط مفكين عادة وندوس ايه على بعض بالطريقة دي. تمام كده يا جماعه شايفين كده الريشه ايه طلعت معايا بكل سهوله. تمام ادي الريشه ايه وادي ده الخبور او اللي هو الكي. تمام وبعدين هن ايه هنحوش الميكانيكال سيل. تمام كده يا جماعه احنا ايه حوشنا. واخدين بالكم يا جماعه للصدى ده. طبعا الصدى ده لما الموتور بيترك الفترة. هحاول اخلي الكاميرا تجيبه. في صدى يعني حتة صدى كبيرة. ده طبعا هتعمل لي مشكلة. هتعمل لي صوت عالي. بالاضافة انها هتعمل لي احتكاك في الريشة. فتخلي الموتور تقيل وممكن يكون هو سبب من اسباب تقل ايه حركة الموتور. فاحنا هنفك الموتور من على المنجلة ونحاول نجربه بايه بايدينا. خليكم معايا. طبعا يا جماعة احنا بعد ما فكينا الريشة. واخدين بالكم الحركة طبيعية اهي. وما فيهاش اي مشكلة. هنجرب بقى ايه الكهرباء هنشوف هيديني تاني ولا لا. نوصل اطراف الكهرباء كده والطرف التاني كده وهنوصل الكهرباء. واخدين بالكم يا جماعه طبعا الموتور شغال عادي خالص مفيهوش اي مشكله. ولكن المشكله اللي موجوده ان هو صوته عالي. الموجود حاليا ان هو شايفين الصوت في صوت يعني ايه زي شخوله كده. فكده بنسبه كبيره في مشكله في البيت. فاحنا هنفك مع بعض ونغير البيل ونجربه ونسمع صوته تاني بعد ما نغير البيل. خليكم معايا. دلوقتي يا جماعه احنا هنفك الايه هنفك الموتور. في 8 في 4 مسامير هنا نحاول نفكهم بالطريقه دي. ده مسمار 8 ناخد بالنا يا جماعه واحنا بنفك المسامير دي ان هي ايه مصديه ممكن تعمل مشكله. فهدي له ايه هدي له خبطه كده من كل واحد على المسمار نفسه. ولو انا عندي مديل صدى ممكن ادي له ايه ممكن ادي له ايه رشه كده بالشكل ده. بحيث ان هو يفك معايا بسهوله من غير ايه ما يتقطع. تمام واخدين بالكم يا جماعه فك معايا بسهوله اهو. لان هو لما بيكون في صدى او بقاله يعني بقاله سنين راكب وممكن انا وانا بفكه بالطريقه دي ممكن يتقطع. اهو فك معايا بكل سهوله اهو. تمام ممكن يا جماعه وانا بفك عشان يعني وانا بركب ما اتلخبطش ممكن اخد علامة هنا على الموتور عشان يبقى فيه ايه وانا بركب يبقى العمليه سهله يعني. تمام فانا هاخد نقطه هنا ونقطه هنا هاخد اي علامه بحيث ان انا ايه اركبه زي ما كان بالظبط. تمام بالشكل ده هناخد مثلا هنا نقطه. طيب الجنب ده كده باظ ناخد الجنب ده هناخد مثلا هنا نقطه الناحيه الثانيه هنا نقطه او خط كده وهنا برضو نفس الكلام هنا نقطة وهنا نقطة والناحية التانية خط وخط عشان يبقى ايه الجنبين ايه
واخدين على المطبوخ. هبدأ افك كده لان الوش اللي من ورا اهو، وادي الموتور اهو. طبعا يا جماعه المنظر ده بيدل ان الموتور ده اتعرض لحراره عاليه، فالملفات كانت هتسيح او كانت ايه هتشيط وكده، بس عشان في حمايه حراريه اللي هي دي يا جماعه الحمايه الحراريه اللي تبقى مكتوبه على ايه على الكرتونه بتاع الموتور. الحمايه دي وظيفتها ان هي زي الايه زي الفيوز، اول ما درجه الحراره بتاع الملفات بتوصل ل 90 درجه بايه بتفصل الدايره. طبعا ده مكتوب عليه اهو البيانات بتاعته، مكتوب عند عند درجة حرارة 110 اهو، عند درجة حرارة 110 بايه البي تي سي ده او الحمايه الحراريه دي بايه بتفصل الدايره. تمام، وادي شكل الايه ملفات من جوه. ايه هي سليمه الحمد لله، بس ايه فيها سن التحميصه كده اللي هو ايه اللي هو ده ان هي كانت داخله على ايه على ان هي تتحرق، لكن كده الحمد لله ايه ما اتحرقش. تمام، وادي الروتر اهو، طبعا البليه دي كويسه ما فيهاش مشكله، انما المشكله في البليه الايه اللي من قدام من هنا. هنتعلم مع بعض ازاي ايه نفكها، خليكم معايا. دلوقتي يا جماعه احنا ايه هنغير البليه اللي قدام دي. البليه اللي ورا دي سليمه ايه ما فيهاش خلوص كده وصوتها كويس. تمام، هنغير البليه اللي قدام اللي هنا. هنعمل ايه يا جماعه؟ طبعا احنا قدامنا حل من اتنين، يا اما ان احنا نخبط على دي كده واحده هنا واحده هنا لغايه ما تطلع، او ان احنا ايه ندي خبطه هنا على عمود. فالافضل ان احنا ندي خبطه على عمود، بس قبل من ايه ما ندق هنا لازم ايه نربط صاموله عشان خاطر السن هنا ما يبصش. فانا هربط صاموله كده يا جماعه، طبعا احنا عارفين الصاموله اللي كانت راكبه هنا بايظه، فبالتالي مش هنركبها وهنركب صاموله جديده ايه مكانها. هربط انا صامولتين هنا كده بالشكل ده، وهربطهم كويس عشان خاطر الايه لما ادق كده بشاكوش ما ايه السن ما يبصش. وبعدين ايه هعمل كده بالشكل ده كده يا جماعه. ايه العمود طلع معايا او الروتر بالشكل ده. ناخد بالنا هنا في كاوتشه بتاعت الايه الكاوتشه اللي جوه دي، ناخد بالنا منها احنا بنفك الكاوتشه دي اللي ايه لما بيضرب السيل ما بتدخلش ايه ميه على الايه موتور. طبعا يا جماعه البليه دي هي اللي فيها مشكله، طبعا هي البليه ما فيهاش خلوص لكن انها هي ايه فاضيه من الشحم، فاحنا هنكتفي ان احنا ايه نشحمها ونشغلها تاني. واخدين بالكم اهي ما فيهاش اي خلوص وصوتها كويس، بس فيها سنه خشينه عشان ما فيهاش شحم، وتقريبا ده بيحصل من ايه من السخونه. فاحنا هنخلي البليه مكانها وهنحط ايه هنحط حبه شحم، ونشيل الغطا ده. طبعا الغطا ده احنا بنشيله ناخد بالنا ان احنا ايه ما نضغطش جامد لتحت، هنشيله بالطريقه دي بسلاح القطر كده يا جماعه او باي حاجه كده فيها ايه سن، وبنحاول ان احنا ايه ندخلها من على الجنب كده. الدفر كده دفر كده يا جماعه، الغطا ايه طلع معايا فعلا زي ما اتكلمنا زي ما قلنا البليه ما فيهاش شحم اهو، وعشان كده هي عامله صوت خشونه. طبعا احنا هنحط لها حبه شحم صغيره خالص وهتشتغل ان شاء الله معانا ايه كويس اهو، شحمها بالطريقه دي اهو. طبعا يا جماعه انا بضغط عشان خاطر الشحم ايه يعدي الناحيه التانية اهو بالطريقه دي. طبعا لو البليه اللي راكبه بليه صيني وانت فكيت فلازم كده كده ايه تغيرها، لكن البليه دي بليه ايطالي كويسه. تمام، وكل مشكله اللي حصلت فيها ان السخونه فضت الشحم اللي فيها بس مش اكتر ولا اقل، لكن هي ان شاء الله هتشتغل معانا كويس. ادينا شحمناها ايه هضغط تاني على الشحم عشان يدخل جوه خالص. بالشكل ده. دي كمان واحدة. كده يا جماعة البلية ايه اخدت الشحم كامل. وبعدين نحط الغطا. بالشكل ده.
طبعا صوتها اختلف خالص، بقت ناعمة جدا. تمام، المرحلة اللي بعدها ان احنا ايه، هنركب. نمسح الشحم اللي احنا حطيناه كده، وبنفس الطريقة اللي احنا فكينا بيها هنركب بيها. هنجيب الفلانشة دي كده ونحط الكاوتشة اللي هي ايه بتمنع الماية ان هي تدخل جوه لما الميكانيكال سيل بيضرب، نحطها كده وهنركب. معلش يا جماعة، نسيت ايه، في حاجة اقولها لكم، هنشيل الايه الحشو القديم او الميكانيكال سيل القديم. في قاعدة يا جماعة هنمشي عليها، اي موتور هنفكه وهنشيل الميكانيكال سيل الحشو القديم ده لازم نغيره. في ناس هتقولي ليه، طب ما هو ممكن يكون سليم. هقول لك انا ليه. الميكانيكال سيل لما بيتقفل كده وبيقعد فترة كده بيتطبع الوضع ده. ممكن انا دلوقتي الميكانيكال سيل عامل كده، وانا بفرده كده ممكن بيحصل فيه ايه، زي ايه، تنميل هنا، فبعد ما بركبه ما بيكملش حاجة وبيبوظ تاني، فعشان كده انا هغيره. هنشيل القطعة دي والقطعة التانية وهنغيرها. تمام، ادي القطعة التانية بتاعتها اهي، وهنشيل ايه الكاوتشة بتاعتها. طبعا لو الكاوتشة بتاعتها سليمة زي دي فهنضطر ان احنا نركبها زي ما هي، مش هنغيرها ولا حاجة. لكن واضح ان الميكانيكال سيل الجديد ايه، السيراميكا بتاعته كبيرة شوية، فاحنا هنشوف واحدة اصغر وهنركبها. تمام، والحاجة التانية برضو اللي احنا هنعملها ان احنا هننضف ايه، هننضف الايه الفلانشة دي عشان الرواسب اللي كانت فيها. نضفها تمام بالشكل ده. تمام كده يا جماعه، احنا ايه خلصنا تنظيف دي، نيجي بقى لايه لعمليه التركيب. تمام يا جماعه، احنا ايه جبنا واحده غيرها ايه. تمام، في ناحيه فيهم هتلاقيها بتلمع كده وناحيه هتلاقيها طافيه شويه، احنا هنشغل الناحيه اللي هي ايه بتلمع دي. تمام، وبعدين هنركبها على نفس الكاوتشه اللي راكبه القديمه، لان الكاوتشه القديمه ما فيهاش ايه، ما فيهاش مشكله. في حبة شحمة، في حبة سيليكون كده هنحطها لضمان ايه ان هي تركب ايه كويس. بالشكل ده كده عشان تنزل تخدم مكانها كويس. بالشكل ده. طبعا في ناس بتحط سيليكون وفي ناس ما بتحطش، انا بحط بس ايه ضمان، ضمان تركيب بس، وان هي ايه بدل ما احط شحمه كده. تمام، المرحلة اللي بعدها ان احنا ايه هنركب الروتر او الايه العمود بالشكل ده. تمام، وهنيجي كده ايه نديها كام خبطة كده بالشاكوش. بالشكل ده، واخدين بالكم يا جماعة، حركة اهي سلسة كويسة، وصوت الايه الموتور افضل من الاول. المرحله الثانيه اللي بعدها هنركب الستيتور او اللي هو الملف.
تمام. ناخد بالنا احنا بنركب ان تكون القاعده دي من ورا، يعني القاعده دي من ورا بالطريقه دي مش العكس، عشان لو ركبت العكس كده اتجاه الموتور هيختلف. طبعا يا جماعه احنا ايه برضه حتى لو نسينا احنا واخدين علامات، عاملين نقطه هنا ونقطه هنا وخط هنا وخط هنا، فبالتالي انا ايه ما عنديش مشكله في عمليه التركيب. تمام. والحاجه الاخيره ان احنا هنركب ايه، هنركب الوش ده ايه كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده هنجمع الايه الاربع مسامير. خليكم معايا. طبعا يا جماعه في علامه احنا واخدينه كده، فان ايه هنعدل الوش زي ما كنا عاملينه كده، وهنخلي ده بنفس الايه بنفس الطريقه كده، وبعدين هنجمع المسامير بالشكل ده. كده جمعنا الاربع مسامير حبه صغيره. بعد كده نكمل الباقي كده. يا جماعه انا يعني الخبطات اللي انا بخبطها دي عشان الموتور يجمع معايا كويس. تمام. لازم تكون الحركه بتاعته خفيفه خالص زي ما اتفقنا. وفي النهاية نديله خبطة صغيرة هنا بالشكل ده عشان الوش ايه يريح معايا. هنجرب دلوقتي يا جماعة كهربا، خليكم معايا.